السلام عليكم ورحمة الله. في قناة عبدو سبور، مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. الآن خرج كما يقول لك الحكم النهائي ليوسف عطال، هكا مشي تهنى من راسه ويريح ويفيكسي ديالك على كوب دافريك. اليوم أنا مسي حطت على يوسف عطال على الحكم النهائي ديالو، راح نقراه لكم خاوتنا الكرام في عجالة، ومن بعد نروحوا الموضوع الثاني وهو موضوع ما تروحوش بعيد خاوتنا، موضوع جميل وجميل جدا من فريد معطاوي. فريد معطاوي اللي تكلم على رئيس الاتحادية وليد صادي، وتكلم على الاتحادية وبالصغيرة والكبيرة والطويلة والقصيرة، وش دارت للفريق الوطني منذ البداية، منذ أن جاء وليد صادي للاتحاد الجزائري. تابعوا معنا الفيديو، نبدأ بيوسف عطال. حكم على يوسف عطال 27 عام لاعب فريق او جي سي نيس بالسجن لمدة 8 أشهر وغرامة قدرها 45 ألف يورو يوم الأربعاء بتهمة إثارة الكراهية على أساس الدين، لا إله إلا الله. وسقط القرار ليوسف عطال سبدو 27 عام، حكمت محكمة الجنايات نيس يوم الأربعاء على الظهير الأيمن لفريق نيس بالسجن لمدة 8 أشهر وغرامة قدرها 45 ألف يورو، وأدين بتهمة إثارة الكراهية على أساس الدين لمشاركة مقطع فيديو يدعو إلى يوم أسود على اليهود مساكن، على خلفية الصراع بين إسرائيل وحماس، وسيتعين عليه أيضا دفع تكاليف نشر إدانة في نيس ماتا وليموند. سبب بعد 45 ألف يورو راح يزيد يدفع دفع تكاليف النشر، لا إله إلا الله. شتو بلي الأموال، فقط الأموال، الأموال يحبوا الأموال ويديروا التهم للناس بدون أي تهمة. سمعنا حوله 45 ألف يورو زيد، قالوا له تخلص دفع تكاليف النشر الإدانة، لا إله إلا الله. والله العظيم غير هاد البلاد مدبية اللعبة اللي راه من تم قاع يخرجوا من هذيك البلاد. وكان الدولي الجزائري متواجد حاليا مع التعالب للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية غائبا يوم الأربعاء وبعد خمسة أيام من هجمات حركة حماس الإسلامية الفلسطينية ضد إسرائيل في 7 أكتوبر تشرين الأول وبدء القصف الإسرائيلي على غزة. شارك عطال فيديو الداعية محمود على حسابه على إنستغرام، يتابعه أكثر من 3 ملايين شخص. الحسنات التي دعا فيها الأخير الله أن يرسل يوما أسود على اليهود، قاستهم يوما اشتشتوا باللي ما يحبوش عليهم هما، باسكو هما يهود، لا إله إلا الله. وأن يرافق سكان غزة إذا يرجمون الحجر. معليش احنا سكان غزة نرافقوهم في كل مكان خاوتنا كون جينا نقدروا. وكان عطال في الجزائر مع المنتخب الوطني عندما شارك هذا الفيديو بعد تحذيره من قبل ربيع المثيرة للجدل للتعليقات، قام بسحبها في اليوم التالي مع رسالة اعتذار. وفي المحكمة اعتذر عطال مرة أخرى مكررا أنه أراد إرسال رسالة سلام وأنه لم يشاهد الفيديو حتى النهاية قبل مشاركته. هذه على بالنا بها، راكم سمعتوا معنا وش جا في الحكم النهائي تاع يوسف عطال. سورسي ويموا 45 ألف يورو وزيد يخلص حقوق الطبع وحقوق النشر تاع الإدانة لو ماتان، هذه لو موند لو ماتان ولو موند واحد الفيس تاعهم هكذا يا مواقع ولا ما على باليش ولا هكذا. ليسونسيال يوسف عطال دوكا هكذا راه مهني من راسو، ما بقى عليه غير يرفد الكابات، على بالي باللي رفدهم الكابات ديالو، جا الوطن والام الجزائر، والان عنده عده فرق يحب يروح يلعب في فرنسا، في فرنسا لا، ايطاليا، اسبانيا، انجلترا وخاصه انجلترا، وحتى حب يكمل ويدير الباكي شباب يروح للسعوديه يخلصوا كما يحب ويلعب تما الاز وينشر واش يحب. هذا واش كان عندنا على يوسف عطال اليوم. احنا الحمد لله يوسف عطال ومعنا، راح نشوفوا اثنين يوسف عطال في كاس افريقيا باذن الله، لانه المورال دوكا راهو ستابيليزا وراهو طلع ما عنده حتى مشاكل. الحكم النهائي راهو خرج والحمد لله على ابننا اللي كنا مقلقين عليه. الآن نروحوا لموضوعنا الثاني وهو موضوع فريد معطاوي. فريد معطاوي هذا الصحفي الخلوق هذا المحبوب الجماهير اللي كنت من الأوائل، من الأول اللي كنت نحط الفيديوهات تاعو، ما نقولش من الأوائل، الأول اللي كنت نحط الفيديوهات تاعو منذ 9 أو 10 أشهر في القناة ديالي. الآن الحمد لله راهم كاع يحبوه وكاع راهم يسمعوه لأنه يتكلم حقائق ويعرف كيفاش يحل. اليوم يوصل اليوم فريد معطاوي
تكلم على وليد صادي وعلى كل الاعمال راح تسمعوها اليوم، وما تندهشوش واش كان صاري في الخفاء على جال هذا المنتخب الوطني باش يروح في اريحيه هناك في الطوغو وهناك في كوت ديفوار. تابعوا معنا. الاعلامي الجزائري فريد معطاوي، ما قام به صادي في كوت ديفوار ضربت معلم. الخروج من القرية الإفريقية التي أعدتها كوت ديفوار لكل المنتخبات المشاركة في كان كان قرارا جد صائبا وضربت معلم بكل تفاصيلها. ثانيا، المنتخب الجزائري كان أول منتخب مشارك في البطولة يتخذ هذا القرار، ثم تبعه المنتخب المغربي. تخيل أن اللجنة المنظمة وضعت كل المنتخبات المشاركة في الدورة في قرية واحدة، كما أن المبيت الواحد يضم 8 لاعبين. زيدوا تابعوا معنا. كل المنتخبات لا يحق لها أن تحضر الطاهي الخاص بها لتلك القرية، وأنت ملزم أن تتناول ما يعدون لك، يعني المنظمين هم اللي يعدوا لك الأكل. الأكثر من ذلك أن الأكل الذي وضعته اللجنة المنظمة يطهى خارج القرية ويحضر على شاحنات ويقدم للاعبين، وهنا الخطورة كانت تتعرض لها اللاعبون. زيدوا تابعوا معنا واش تكلم فريد معطاوي. رئيس الفاف وليد صادي قام بالتشاور مع الناخب الوطني جمال بالماضي، وأقر بضرورة حجز فندق خاص بالناخب الوطني والخروج من تلك القرية، يعني مشي بالناخب وحده خوتنا الكرام، اسمه باللاعبين بالبعتة بكل شيء يخرجوا من هذه القرية اللي كخدرت الفيديوهات تاعها قديمة وشتوها، والله غير احنا ما نعيشش فيها خوتنا. ما الذي حدث في نهاية المطاف؟ الفندق لم يكن في المستوى احتضان المنتخب، تم الاتفاق مع ملاك الفندق، تابعوا معنا خوتنا هنايا، تم اتفاق مع ملاك الفندق بعد دفع مبلغ مالي على تغيير العديد من الأمور اللوجستيكية في الفندق، والعمل جاري ليلا نهار، يعني 24/24 من أجل القيام بذلك. زيدوا تابعوا معنا الآن على أرضية الميدان. أرضية ميدان ملعب واكي هي أحسن أرضية بالنسبة لكل الملاعب التي ستحتضن نهائيات كأس أمم إفريقيا. حتى الملعب الذي سيحتضن تدريبات المنتخب الوطني سارعت الفاف لوضع السياج عليه، عكس كل الملاحق التدريبية في كوت ديفوار التي تبقى مفتوحة على الجماهير وعلى رواد هذه الملاعب. هنا تكلم على كل شيء فريد معطاوي، وبرافو للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وفرض كل شيء للفريق الوطني. واش بقالنا حنايا؟ بقى كيرا الاتحادية راهي واقفة. أنا نشوف باللي جمال بالماضي راهو متفاهم مع وليد صادي، وعلى بالي بلا يخرجوا بنتيجة خاوتنا، لأنهم متقاربين في السن، واحد مكبر على واحد بزاف عقلية واحدة، ووليد صادي راهو واقف مع جمال بالماضي، والعكس صحيح، حتى جمال بالماضي راهو راضي على وليد صادي، وهذا اللي كنا حابينه. لا علينا، أنا يا دوك نشوف باللي وفرت الجزائر كل شيء الفريق الوطني، الحمد لله الفريق الوطني ورايح في أريحية راح يلعبوا. واش بقى حنا دوك نديرو كشعب وكصحفيين؟ نساندوا هذا الفريق، حاجة سهلة. اتحادية دارت كل شيء، جمال بالماضي دار كل شيء، وليد صادي دار كل شيء، ونشعبوا حنايا الشعب نديرو كل شيء على بالنا، لكن الصحافة اللي راهي كسر تاني لازم تفيق عمرها وتوقف كما وقفت الاتحادية الجزائرية، وينحوا لنا هذيك تاع الاشخاص ويتبعوا الفريق الوطني. يا اخي لما يقولوا فريق وطني يقولوا الراية الجزائرية، لما تقول الراية الجزائرية يعني تقول الشعب والوطن والدولة وكل شيء. حنا رانا واقفين مع الراية الجزائرية خوتنا الكرام، ان شاء الله هذا الشيء اللي داروه الفريق الوطني يعود عليها بالخير، وخلونا من الضغوطات على الفريق الوطني. حنا ماذا بينا نلعبوا مقابلة بمقابلة، نروحوا حبة حبة باذن الله نلحقوا للمبتغى اللي مانيش حابين نهضروا عليه بزاف، حتى وين نلحقوا ليه باذن الله، وللحديث بقيه. تحيه الجزائر، شكرا لكم، شاركوا في قناه عبد السبور، فعلوا الجرس، سلام.